زيارتنا اليوم إلى فوج الطوارئ الثاني تابع لقيادة شرطة محافظة نينوى للوقوف على مدى تنفيذ الأوامر والخطط المعدة من غرفة حركات قيادة الشرطة ومدى الالتزام بتطبيق النظام والقانون ضمن قاطع المسؤولية. قاطع فوج الطوارئ الثاني قاطع يحتاج إلى يقدر الحذر والانتباه الشديد وإلى التعاون مع كل القطاعات الأمنية الموجودة من خلال فريق عمل واحد لغرض إكمال كافة المهام المتطلبات لها بصورة صحيحة. عملكم خلال الفترة الماضية كان عمل رائع جدا، وأطلب المزيد خلال الفترة المقبلة. الانضباط يبدأ من الشارع، نريد تطبيق القانون، أي مظاهر خارج القانون ما نقبل، رمي الإطلاقات النارية في المناسبات ما نقبل إطلاقا، أي خلل يصير ضمن قاطع المسؤولية تحمل المسؤولية الموجود الأمر القاطع الموجود ضمن القاطع المسؤولية. علاوة على هذا أوصيكم دائما وأؤكد على التعاون الجيد مع الأخوة المواطنين الأعزاء الكرام باعتبارهم هم من القاعدة العريضة اللي يستند عليها بالأمن، وهم من يعنون بالملف الأمني. التعامل يجب أن يكون بمنتهى الأمانة والإخلاص والشجاعة، وأن تكون خدمة المواطن هي أساس عملنا خلال هذه الفترة والفترة المقبلة إن شاء الله.